نفسي اجيب فون اكس 10 بس معيش كيشات. انا برضو ابن خالتي كان نفسه فون اكس، عارف عمل ايه؟ راح لابوه قال له ممكن 10000 جنيه حجوج؟ قال له انا القرشين اللي معايا اركب بيهم دعامه يا اركب بيهم ستاير. راح لامه قال لها ايدك على 2000 جنيه حاج. قالت له نزل الزبال. قال لها طب 500. قالت له نزل الشتوي. قال لها طب 200. قالت له طب نزل ويندوز 2000. قال لها 80 ماشي. قالت له نزل سقف طموحك. خد عشنايه وخد الزباله وهو نازل. وعمل ايه؟ طلع على جدته ما افتكرتوش. انت مين؟ فكرها بالعيديه اديتها له وفيها بوسه بس بوسه مبلوله. نشفها وراح لصاحبه اللي عنده الجديري باع له البلاي ستيشن خد منه فلوس والجديري. طب جاب فون اكس؟ لا جاب عده صين. عشان بتتعب في الفلوس مش هنتعبك في تحويشها. حساب توفير يوث للشباب من أليكس بانك هيديلك أعلى عائد شهري عشان تحوش ومزايا تانية كتير تناسب أسلوب حياتك. يوث من أليكس بانك، وحوش التحويش.